النهارده ان شاء الله باذن الله الاربع 20 11 هنفتتح الدوره الثالثه وبنستقبل اللي هم اللي هم اعضاء اللي هم الدوره المحامين شباب المحامين للدوره الثالثه واللي هم خلصوا الدوره اللي هي السابقه الدوره الثانيه وبحضور السيد النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب استاذ سامي عاشور بصراحه ربنا ان هذا الصرح يعتبر من اهم انجازات واعجازات النقيب العام لان علم المحامي ازاي يبقى محامي علمه قبل ما يبقى علمه الجوهر علمه المظهر علمه ازاي يقف قدام محكمه المحامين نفسهم اللي هم اللي اتخرجوا من الدفعتين دول بيقولوا الحمد لله احنا ما كناش نعرف حاجه في فينه المحاماه ان انتوا علمتونا ازاي نبقى محامي وازاي نقف قدام القاضي وازاي يبقى كشكل عام وازاي نتعامل في, في في اسم الشرطه وازاي نتعامل مع النيابه وازاي نتعامل مع القاضي ودي كانت من من يعني بدايات اول ما بيجي المحامي الشاب في المعهد بدايات المعرفه ان احنا بنعلمه بنعلمه الحاجات دي. ناس استفادت ولحد دلوقتي بيقولوا الحمد لله ان احنا استفدنا وفعلا ان المعهد ده مقدمه ان المحامي ان عايز يتعلم المحاماه على حق لازم يلتحق بمعهد المحاماه. والله ده تحسب للنقيب العام وده كله بيشيد بهذا السلوك بصفة خاصه المنوفيه بصراحه احنا ما فيش لم يدعى مرة سيادة النقيب العام عندنا هنا في أي احتفالية إلا كان مشرفنا فيها وده إن على شيء بيدل على حب المحامين المنوفية وتقدير المحامين المنوفية فاحنا باسم نقابه المحامين بالمنوفيه وباسم جموع محامين المنوفيه بنوجه الشكر لسياده النقيب العام والساده اعضاء المجلس والساده اللي هم مشرفين الضيوف النهارده في الدوره افتتاح الدوره الجديده ان شاء الله